من هنا نفتح للأمجاد بابا، نصعد الأفق ونجتاز السحابة. من هنا نفتح للأمجاد بابا، نصعد الأفق ونجتاز السحابة. نرسم الصبح جمالا وبهاء، نجعل السعي إلى العلم ركابا. نرسم الصبح جمالا وبهاء، نجعل السعي إلى العلم ركابا. قد حملنا العزم في مشوارنا، في خطى الإصرار أخضعنا الصعابا. قد حملنا العزم في مشوارنا، في خطى الإصرار أخضعنا الصعابا. وانطلقنا اليوم نبني وطنا، ونشيد السرح شيبا وشبابا. وانطلقنا اليوم نبني وطنا، ونشيد السرح شيبا وشبابا. نصعد الأفق ونجتاز السحابة. من هنا نفتح للأمجاد بابا، نصعد الأفق ونجتاز السحابة. نرسم الصبح جمالا وبهاء، نجعل السعي إلى العلم ركابا. نرسم الصبح جمالا وبهاء، نجعل السعي إلى العلم ركابا. وطني شمسك بالعز أضاء، تزرع الخصب وتجتث السرابا. وطني شمسك بالعز أضاء، تزرع الخصب وتجتث السرابا. وطني صوتك بالحزم على، صاغه سلمان للباغ عقابا. وطني صوتك بالحزم على، صاغه سلمان للباقي عقابا. نفتح للأمجاد بابا، نصعد الأفق ونجتاز السحابة. من هنا نفتح للأمجاد بابا، نصعد الأفق ونجتاز السحابة. نرسم الصبح جمالا وبهاء، نجعل السعي إلى العلم ركابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في أمانة التعليم وجميع الجهات المشاركة في الاستعداد، نظمت هذا العام مهرجان العودة للمدارس لمدة 3 أيام في الفترة المسائية بسوق جوري مول. الحقيقة هذا العام حرصنا على مشاركة جميع فئات المجتمع في هذا المهرجان، وأن يكون المهرجان متنوع وجاذب للزوار لتوضيح وإبراز جهود وزارة التعليم في الاستعداد للعام الدراسي 1441، ونسأل الله التوفيق. عاش سلمان يا بلادي، عاش سلمان، عاش سلمان ملكنا، عاش سلمان. عاش سلمان يا بلادي، عاش سلمان، عاش سلمان ملكنا، عاش سلمان. والشعب كله يردد عاش سلمان، والشعب كله يردد عاش سلمان. عاش سلمان يا بلادي، عاش سلمان، والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، نحن مستعدون لبداية العام الدراسي. إدارة تعليم الطائف لم تبخل ولم تقصر في جهودها، على رأسهم قائدنا الفذ الدكتور طلال اللهيبي الذي
جهز وعد واستعد قبل بداية العام الفصل الدراسي الأول، ونحن جاهزون ومستعدون لبداية الدوام بمشيئة الله واستقبال أبنائنا الطلاب يوم الأحد بمشيئة الله. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الأستاذ سعود مقبول الطلحي معلم بمدرسة العزيزية الابتدائية. نحن مستعدون ولله الحمد، المناهج الدراسية وصلت، قاعات التدريس جاهزة على أكمل وجه، ولله الحمد استعداد تام لانطلاق الدراسة هذا العام 1441 يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رائد النشاط طلال العتبي من ثانوية الملك فهد. ولله الحمد الكتب وصلت الآن، وإحنا جاهزين لاستعداد الطلاب باستقبالهم وتوزيع الكتب لهم وتوزيعهم على حسب الوصول وعلى حسب الإمكانية الموجودة. ولله الحمد وكل شيء عندنا متوفر من جميع الخدمات الطلابية ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، تشرفت اليوم بحضور مهرجان العودة إلى المدارس والذي تقيمه إدارة التعليم بمحافظة الطائف. نبشر الجميع بأننا جاهزون وإن شاء الله بداية عام دراسي موفق للجميع، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح وشكرا لكم. أنا نواف العرابي من مدرسة المقداد، مستعد للمدرسة يوم الأحد. لي بندى محمد من مدرسة الصريرات، أنا مستعدة للمدرسة يوم الأحد. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر الأخوة القائمين على هذا البرنامج إدارة التعليم. هذا اليوم يوم عظيم، يوم عودة الأبناء إلى المدارس، ولم تنسى جمعية رعاية الأيتام كهاتين أبنائها من الأيتام، فقد قدمت لهم الهدايا والحقائب وكوبونات شرائية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي القائمين على هذه البرامج خير الجزاء وأن ينفع بها هذا البلد المعطاء. شكرا لكم وشكرا لكل من ساهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي من علينا بالمشاركة في هذا المهرجان اللي هو مهرجان العودة للمدارس. طبعا احنا كممثلين لجمعية زمزم شاركنا الحمد لله في بما اننا نقدم الرعاية الصحية للفقراء، شاركنا الان في تقديم الرعاية الصحية للطلاب الفقراء ولله الحمد. فالحمد لله الذي من على هذه الجمعية بالمشاركة في هذا المحفل العظيم، وشكرا. وتخليني وتمشي عشان الجائزة تدرس؟ ايه. اي صف؟ غنت الدنيا وغنت البلد، غنت الامجاد. من اجل الانطباع للجميع بين المدارس والمدارس المستعدة، حق لأولياء الأمور والمجتمع
القلع على الجهود التي بذلت من أجل الاستعداد. هذه الجهود بدأت من بداية الفصل الدراسي الثاني بدعم الجهود من الوزارة مع الوزير ومع النائب ومع المساعد. الكل حقيقة كان يعمل بجهود سلبية من أجل أن يكون عام دراسي ناجح يبدأ من اليوم الأول مدارسنا مكتملة من المقررات من جائزة الوصول بجميع الخدمات التعليمية اللازمة بهذا الجانب، تجهيز للصيانة، تجهيز للمرافق، أمور عديدة جدا الكل بذل فيها جهد. حتى بسر أبنائي وبناتي أقدم الشكر لمعالي الوزير ومعالي النائب ومعالي المساعد على الجهود التي بذلت هذا العام من أجل بداية جادة. نفتخر حقيقة بما قدم سواء كان مقر التخطيط الذي بدل ونبذ على أرض الواقع. سنستخدم إن شاء الله اليوم الأول الأحد وكل مدارسنا مسؤولة بقدوم أبنائها ورعاية الأكباد الذين من أجلهم وجدت المدرسة وسيعملون معهم إن شاء الله بكل فرح وسرور والكل مستعد وتبدأ الدراسة والقصة الأولى بمشيئة الله. شكرا لكم جميعا.